برلاندي عبد الحميد، مولودة 20 نوفمبر 1935 وتوفيت 1 ديسمبر 2010، ممثلة مصرية اسمها الحقيقي هو نفيسة، وولدت في السيدة زينب في القاهرة. بعد حصولها على دبلوم التطريز تقدمت إلى معهد الفنون المسرحية والتحقت بقسم النقد، ولكن سرعان ما أقنعها الفنان زكي طليمات بأن تلتحق بقسم التمثيل في المعهد، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل. بدأت العمل على المسرح، وكان أول أدوارها في مسرحية الصعلوك، وشاهدها بيبر زريانيلي، واختارها للعمل في أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم شم النسيم عام 1952، ثم توالت أعمالها وتألقها. دي برلانتي عبد الحميد في شبابها، دي صور نادرة ليها. كانت فنانة مشهورة جدا طبعا. تزوجت من وزير الحربية المشير عبد الحكيم عامر، وأنجب ولدا هو عمرو عبد الحكيم عامر، وقد كتبت كتابا حول هذا الزواج بعنوان المشير وأنا، صدر عام 1993، كما أصدرت عام 2002 كتابا آخر بعنوان الطريق إلى قدري إلى عامر، وتقول أنه أفضل توثيقا من كتابها الأول. دي برلانتي عبد الحميد والمشير عبد الحكيم عامر، وده عمرو عبد الحكيم ابنه. هنشوف مأساتها بقى ايه اللي حصل. برلانتي عبد الحميد تزوجت من المشير عبد الحكيم عامر يوم 15 مارس عام 1960 بوثيقة عرفية حسب الاتفاق، وقد شهد على العقد اثنان من أشقاء المشير، وأصبحت برلانتي عبد الحميد الزوجة الثانية له. وفي نفس العام اعتزلت الفن والسينما، ولم تستطع الصحف أن تشير إلى سبب الاعتزال المفاجئ للنجمة الشهيرة. الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عرف بالقصة كاملة، وعندما تحدث مع المشير عامر لم ينفي الزواج، وأكد أن زواجه من برلانتي لن يعلم به أحد. ده جمال عبد الناصر عرف إنه اتجوز برلانتي. وحاول عبد الناصر أن يخفف من وطأة الحوار فسأله مازحا: هل صحيح برلانتي حلوة كما يقولون؟ فرد عليه المشير أنه لم يتزوجها لمجرد أنها امرأة جميلة، لكن لأنها أغنته عن صداقة الرجال بثقافتها وصراحتها وخفة ظلها، مؤكدا أنها نجحت في كل الاختبارات الصعبة التي وضعها فيها، وتأكدت أجهزة الأمن رفيعة المستوى من أنها امرأة فوق مستوى الشبهات. إلا أنه بعد نكسة يونيو 1967 اتهم عامر بالمسؤولية عن الهزيمة، وأنه كان مع زوجته الممثلة المعروفة والشهيرة في ذلك الوقت عندما بدأ الهجوم الجوي الإسرائيلي. ووضع عامر رهن الاعتقال، وعقب انتحاره في ذات العام اعتقلت برلانتي شهورا طويلة بمبنى المستخبارات، وأكدت في مذكراتها التي نشرت عام 2002 بعنوان الطريق إلى قدري إلى عامر أنها تلقت معاملة قاسية للغاية، وحاولوا اغتيالها معنويا. وهنا الأهرام نشرت الخبر: انتحر عبد الحكيم عامر. دي صورة نادرة، السادات وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. بعد الإفراج عنها تم إخضاعها للإقامة الجبرية في شقة الزوجية بحي العجوزة دون عائد مادي تتكسب منه، واضطرت للتغلب على شعورها بالجوع وإنهاء صراخ رضيعها عمرو الذي كان لم يتجاوز الستة أشهر، واضطرت أن تبحث عن أي شيء تبيعه لتعيش بثمنه، فقامت ببيع راديو ترانزستور إلى حارس العقار بأربعة جنيه، عاشت منها لمدة شهر كامل حتى استطاعت تدبير أمورها من جديد. مأساة، تبيع لي البوابة للراديو. وجدير بالذكر أن النجمة درة جسدت دور الفنانة الراحلة برلانتي عبد الحميد في المسلسل التلفزيوني صديق العمر.
ده مسلسل المشهور صديق عمر رمضان 2014. يا ترى ايه رأيكم؟ جسدت الدور بإتقان. دي درة طبعا عملت دور برلانتي عبد الحميد في الحياة. مسلسل صديق العمر شارك فيه الممثل السوري جمال سليمان الذي يقدم دور جمال عبد الناصر، والممثل باسم سمرة ويجسد شخصية المشير عبد الحكيم عامر. هنا جمال سليمان وباسم سمرة كأنهم جمال عبد الناصر وعامر. الشخصيات فعلا تشبه الأصل. وأثبتت الفاتنة برلانتي عبد الحميد أنها فنانة مميزة من الدرجة الأولى وليست مجرد جسد جميل وحسن لافت للنظر، وذلك عقب حصولها على بطولة مشتركة مع مريم فخر الدين وشكري سرحان في فيلم رنية الخلخال عام 55، وهو ما شجع الإخوان محمود وعز الدين ذو الفقار على إسناد دور لها في فيلمها الجديد آنذاك هارب من الحب. برلانتي وافقت مرحبة على هذا الدور واشتركت مع محمود ذو الفقار وزوجته مريم تمثيلا وعز الدين تأليفا وإخراجا، وقد ظهر الجميع خلال كواليس الفيلم في صورة نادرة ويرافقهم الفنان السيد بدير كمؤلف للعمل مع عز الدين وممثل بدور ده. فعلا الصورة النادرة عز الدين ذو الفقار وبقية أبطال الفيلم. يذكر أن هذا الفيلم شهد خلافا بين منتج الفيلم محمود ذو الفقار وبرلاتي عبد الحميد، حيث فوجئت بكتابة اسمها بأحرف صغيرة مع ممثلي الأدوار الثانوية، بينما برز اسم زوجته مريم فخر الدين كبطلة منفردة للعمل، وهو ما أثار غضبها. وقد قررت برلانتي إقامة دعوى قضائية ضد ذو الفقار طالبت فيه بتعويض مالي قدره 10,000 جنيه بحسب مجلة الموعد عام 1957. دي برلانتي عبد الحميد، صور نادرة ليها كلها. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين. وفتاة توفيت في 1 ديسمبر 2010 بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر يناهز 75 سنة بعد إصابتها بجلطة في المخ. الله يرحمه.